السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من مدارسة كتاب سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى، وقد وقفت عند قول الإمام النسائي: باب كيف يستاك. أخبرنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن وطرف السواك على لسانه وهو يقول عا. والحديث هذا إسناد صحيح، وقوله أبو بردة المقصود به ابن أبي موسى الأشعري، والحديث في السنة الكبرى، وهو أيضا الحديث هذا عند الإمام ابن حبان من طريق أحمد بن عبدة بهذا الإسناد، وهو عند أحمد أيضا والبخاري ومسلم وأبو داود من طرق عن حماد بن زيد به. وفي صحيح البخاري هنا في سنن النسائي أن طرف السواك على لسان النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول عا عا، وفي صحيح البخاري يقول اع اع، والسواك فيه كأنه يتهوع، وفي سنن أبي داود يقول أه أه، يعني يتهوع. إذن هذا الحديث إسناده صحيح. قال النسائي: باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك، فكلاهما سأل العمل، قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت، فقال إنا لا أو لن نستعين على العمل من أراد، ولكن اذهب أنت، فبعثه على اليمن، ثم أردفه معاذ بن جبل رضي الله عنه. وهذا الحديث في باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته، هذا الحديث إسناده صحيح. ويحيى بن سعيد المقصود به يحيى بن سعيد القطان، وأبو بردة المقصود به ابن أبي موسى الأشعري، والحديث السنة الكبرى وعند ابن حبان وغيرهما. إذن هذا الحديث صحيح. ثم قال النسائي: باب الترغيب في السواك. أخبرنا حميد بن مسادة ومحمد بن عبد الأعلى أن يزيد وهو ابن زريع قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عتيق قال حدثني أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا الحديث أيضا حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي عتيق، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن بكر الصديق رضي الله عنه، وقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أحمد: لا أعلم إلا خيرا، والحديث السنة الكبرى. وأيضا عند الإمام أحمد الحديث وابن حبان من طريقين عن يزيد بن زريع بهذا الإسناد، قال ابن حبان: أبو عتيق هذا هو محمد بن عبد الرحمن بن بكر، وتعقبه الحافظ ابن حجر بتلخيص الحبير بقوله: هو كما قال، لكن الحديث من رواية ابن عبد الله، وكلام ابن حبان يوهم أنه من رواية أبي عتيق نفسه وليس كذلك. وأيضا أخرجه الإمام أحمد من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بي، وهذا سند حسن
من أجل ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث فانتبهت شبهة تدليسه إلى آخره. ففي قوله النسائي رحمه الله تعالى باب كيف يستاك، أي هذا باب يذكر فيه الحديث الدال على كيفية الاستياك. وكيف هنا في قول النسائي باب كيف، كيف هنا استفهامية، كيف هنا استفهامية، وهي حال من فعل استاك، أي على أي حالة يستاك الشخص. إن كان الفعل مبني للفاعل ويحتمل أن تكون مفعولا مطلقا ليستاك، أي 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 استياك يستاك. واستاك استعمل السواك. وفي قوله أخبرنا أحمد بن عبد قال أخبرنا حماد بن زيد قال أخبرنا غيلان بن الجرير عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن وطرف السواك على لسانه ويقول عاء. ومن رجال الإسناد الذي معنا الآن حماد بن زيد، وهو حماد بن زيد الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه، قيل إنه كان ضريرا ولعله طرى عليه، يعني كونه طرى عليه العمى، لأنه صح أنه كان يكتب. مات سنة 179 79 100 وله 81 سنة وهو من كبار الثامنة. وأيضا حماد بن زيد هذا بن درهم الأزدي من رواة الحديث الأزدي، وهو بإسماعيل الأزرق البصري الحافظ مولى جرير بن حازم واحد الأعلام، يقول ابن مهدي عبد الرحمن المهدي يقول عن حماد بن زيد هذا ما رأيت أحفظ منه ولا أعلم بالسنة ولا أفقه بالبصرة منه. وقال الإمام أحمد عن حماد بن زيد هذا من أئمة المسلمين، لأن يعني عندنا حماد بن درهم وعندنا حماد بن زيد، فالمقصود هنا هو حماد بن زيد. قال عنه الإمام أحمد من أئمة المسلمين، أي حماد بن زيد. وقال الإمام أحمد أيضا حماد يعني بن زيد من أئمة المسلمين من أهل الدين والإسلام، وهو أحب إلي من حماد بن سلمة. وقال البدر العيني وأنشد ابن المبارك فيه أيها الطالب علما إيتي حماد بن زيد حماد بن زيد ابن حماد بن زيدي فخذ العلم بحلم ثم قيده بقيدي ودع البدعة من آثار عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد هذا صاحب البدعة المشهورة وهي بدعة الاعتزال، هو واصل بن عطاء ممن اشتهروا بدعة الاعتزال، والمعتزلة أصولهم خمسة كما هو معروف في 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 في, في العقائد، في من يتحدث عن العقائد. فابن مبارك يقول دع البدعة من آثار عمرو بن عبيد، يعني لا تتبع المعتزلة وزعماء المعتزلة ومذهب المعتزلة الذي يتزعمه عمرو بن عبيد وكذلك واصل بن عطاء. وفي قولها أبو موسى يقصد أبو موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح المهملة وتشديد الضاد المعجمة الأشعري، صحابي مشهور أبو موسى الأشعري هذا صحابي مشهور، أمره عمر رضي الله عنه جعله أميرا، ثم عثمان جعله أميرا، وهو أحد الحكمين لصفين، مات سنة 50 وقيل بعدها. وهذا الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه هذا هاجر للحبشة وعمل على زبيد وعدن، عدن في اليمن، عمل على زبيد وعدن صار أمير وولي الكوفة لعمر بن الخطاب والبصرة، وفتح على يده تستر وعدة أمصار وله 360 حديث رضي الله عنه، اتفق على 50 البخاري مسلم، وانفرد البخاري بأربعة حديث مسلم ب25، وله في النسائي هنا 53 حديثا. وقال الهيثم توفي سنة 42 روى له الجماعة. وأما ما يتعلق بلطائف الإسناد، هذا الإسناد الذي سمعتموه قبل قليل بلطائف الإسناد، فمن لطائف الإسناد أن هذا الإسناد من خماسيات المصنف، يعني من خماسيات النسائي، يعني بين النسائي رحمه الله تعالى وبين الرسول عليه الصلاة والسلام خمسة من الرواة يسمى خماسيات المصنف. ومن لطائف الإسناد أيضا أن رواة هذا الحديث رجاله كلهم ثقات أجلة، وأنهم من اتفق الأئمة بالإخراج لهم إلا شيخة فلم يخرج له البخاري، وكلهم بصريون إلا أبا بردة فكوفي، وأما أبو موسى فهو كوفي بصري كما تقدم. ومن لطائف الإسناد أيضا أن في رواية الابن عن أبيه أبو بردة عن أبي موسى، ومن لطائف الإسناد أن في رواية تابع عن تابع غيلان عن أبي بردة، ومن لطائف الإسناد أيضا أن فيه من صيغ الأداء الإخبار والتحديث والعنعنة في قولي أخبرني، والتحديث يعني حدثني والعنعنة يعني عن فلان، فهذه صيغ الأداء.
وكلها من صيغ الاتصال من غير المدلس في العنعنة والله أعلم. يقول عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن، يعني يستعمل السواك، يستن يعني يستعمل السواك النبي عليه الصلاة والسلام. قال في كما قال الاستنان كما قال في النهاية، والنهاية هذا هو النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. وابن الأثير رحمه الله تعالى يهتم بغريب الحديث، كتب كتابا بعنوان النهاية في غريب الحديث، والكتاب مطبوع بل قد نظمه بعض العلماء، نظمه في أكثر من 3000 بيت، وكلا الكتب هذه وكلا الكتابين مطبوعين موجودين. يقول ابن الأثير في النهاية استعمال السواك وهو الاستنان، وهو استعمال السواك وافتعال من الأسنان، أي يمر على أسنانه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يمر السواك على أسنانه، فمن مبالغته في السواك صلى الله عليه وسلم يعني ينبعث من فمه عليه الصلاة والسلام صوت، وهو أنه يقول عاء، وفي رواية أه، وفي رواية عاء، وهكذا، وفي رواية أع، وفي رواية أع. طيب، وقال البدر العيني رحمه الله تعالى الاستنان هو الاستياك، وهو دلك الأسنان وحكها بما يجلوها مأخوذ من السن، وهو مرار الشيء الذي فيه خشونة على شيء آخر، ومنه المسن الذي يشحد فيه بالحديد ونحوه. وقال ابن الأثير الاستنان استعمال السواك افتعم الأسنان، وهو المرار على شيء. وفي قوله دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن، وطرف السواك على لسانه، وهي جملة حالية في قوله على لسانه، جملة حالية من فعل يستن، أي حال كون طرف السواك على لسانه عليه الصلاة والسلام، لكون يستاك طولا، لما في رواية أحمد وطرف السواك على لسانه يستن لفوق، قال الراوي كأنه يستن طولا، وبهذا يظهر وجه مطابقة الحديث الترجمة، وهو يقول أي النبي عليه الصلاة والسلام عندما يستن بالسواك يقول صلى الله عليه وسلم عاء عاء، أو يقول عاء عاء أو عاء عاء كما عند النسائي، وكما تقدم أنه في رواية أخرى أع، وفي رواية أخرى أه أه. وطرف السواك على لسانه، وهو يقول، وأفاد في الفتح في الباب أن الضمير يعود النبي صلى الله عليه وسلم أو السواك مجازا. وفي رواية للبخاري كما تقدم أع بتقديم الهمزة المضمومة على الساكن، ولأبي داود أه أه، والجوزقي إخ إخ، وهكذا. يقول هنا في يقول إنما يقول يعني ما السبب، يقول أهل العلم ما السبب أن الروايات اختلفت، ما السبب أن الروايات اختلفت عن الرواة. فمثلا عندنا رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام يستن يعني يستعمل السواك وينبعث من فمه صوت، في عند النسائي هنا أن الصوت هذا وهو يقول عاء، وفي رواية أخرى أه أه، وفي رواية أخرى أع. ما السبب في الاختلاف في الروايات هذه؟ قال أهل العلم السبب هو اختلاف الروايات هنا لتقارب مخارج هذه الأحرف، وكلها ترجع إلى حكاية صوته إذا جعل السواك على طرف لسانه والمراد طرفه الداخل، كما عند أحمد يستني لفوق، ولهذا قال هنا يعني في رواية البخاري كأنه يتهوع، والتهوع التقيم، يعني من شدة مبالغة صلى الله عليه وسلم في السواك كأنه يتهوع، يعني كأنه يريد أن يخرج ما في معدته، يستفرغ ما في معدته، يتقيأ، أي له صوت كصوت المتقيأ على سبيل المبالغة، ويستفاد من ذلك مشروعية السواك على اللسان طولا. أما الأسنان فلا حب في أن تكون عرضا، وفي حديث مرسل عند أبي داود وله شاهد موصول عند العقيل في الضعف وفي تأكيد السواك، وأنه لا يختص بالأسنان، وأنهم باب التنظيف والتطيب لا باب إزالة القاذورات، لكونه لم يختفي به. وبوبوا عليه السياك الإمام بحضرة رعيته كما سيأتينا. وهذا الحديث كما تقدم حديث متفق عليه، هذا حديث متفق عليه. وهذا الحديث من فوائده مشروعية الاستياك طولا على الأسنان، مشروعية الاستياك طولا على اللسان، وكذا يستحب عرضا لحديث يشوص فاه، يعني يدلك فاه بالسواك، يشوص يعني يدلك فاه بالسواك، لأن من معاني الشوص التنظيف والغسل، فيشمل طولا وعرضا. وكذا الأسنان
يستحب فيها أن يكون طولا وعرضا. أيضا من ضمن المسائل التي تحدث عنه العلماء، تكلم العلماء عن كيفية الاستياك والسواك أحوال، تلخص بما يلي. يقول النووي رحمه الله: قال أصحابنا يستحب أن يبدأ في الاستياك بجانب فمه الأيمن، يستحب أن يبدأ في السواك بجانب فمه الأيمن من الجهة اليمنى. للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في تطهره وبترجله، يعني في تسريح شعره وشأنه كله. إذا من السنة أن الشخص إذا استاك يبدأ بجانب فمه الأيمن وهكذا. ويقول النووي رحمه الله: قال أصحابنا يستحب أن يكون السواك، أصحابنا يقصد بهم الشافعية، لأن النووي رحمه الله على مذهب الشافعية، يقول يستحب أن يكون السواك بعود، وأن يكون بعود أراك، يعني يكون السواك بعود أراك، وبعضهم يقول بعود الزيتون، بعود الزيتون وهكذا. قال الشيخ أبو نصر المقدسي: الأراك أولى من غيره، ثم بعده النخل أولى من غيره. قال المتولي: يستحب أن يكون عودا له رائحة طيبة كالأراك. يقول العلماء يحصل أصل السنة بكل خشن يصلح لإزالة القلح، يعني القلح يعني كل ما حصل في الأسنان من صفرة أو اتساخ، هذا هو القلح. فيحصل أصل السنة بكل خشن يصلح لإزالة القلح كالخرقة مثلا، طيب، والخشبة مثلا، وكذا بإصبعه أو إصبع غيره الخشنة، وهكذا دواليك. هذا هو ما يتعلق بهذا الحديث الذي هو عند الإمام النسائي، وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن، يعني يستعمل السواك وطرف السواك على لسانه، ويقول عاعا. هذا هو ملخص معنى هذا الحديث. ونقف إن شاء الله عند قول النسائي: باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته، باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته. نجعل هذا الدرس إن شاء الله في جلسة قادمة بإذن الله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك وعبدك وخليلك محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك عليه الصلاة والسلام وعبادك الصالحون. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام، نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك اللهم من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، انصر به دينك وعلي به كلمتك. اللهم وفقه ولي عهد لما تحب وترضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.